السلام عليكم. استيقظت الجزائر العاصمة صباح اليوم على حادث مرور خطير جدا بث الرعب والهلع وسط المسافرين، وحسب الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي وكذا وسائل الإعلام المحلية فقد انحرفت حافلة عن مسارها في حدود الساعة 4 صباحا فوق جسر قهوة شرقي بالعاصمة، وبقيت معلقة في الهواء مشكلة بذلك خطرا كبيرا على حياة المسافرين. هذا وتدخلت الحماية المدنية على جناح السرعة بعد تلقيها نداء عبر الرقم الأخضر، واستطاعت إجلاء السائق والمسافرين والذين كانوا في حالة ذعر كبيرة. كما تدخلت السلطات المحلية بواسطة إحدى الآليات واستطاعت إخراج الحافلة من مكانها لتسهيل حركة المرور. هذا ودعت السلطات الأمنية مستعملي الطريق إلى التحلي بروح المسؤولية والقيادة بحذر وتخفيف السرعة خاصة النقل الجماعي.